لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا بكم في لايف سبور. البدايه بنهائيات كاس العالم قطر 2022. المنتخب التونسي انقاد البارح للهزيمه امام نظيره الاسترالي بنتيجه هدف مقابل صفر في الجوله الثانيه من منافسات المجموعه الرابعه في مباراه تحتضنها استاد اللاجنوب. هدف منتخب استراليا الوحيد سجل المهاجم ميشيل دوكي في دقيقه 23، انتصار قلص به حظوظ منتخبنا التونسي في الترشح بعد ما اصبح في المرتبه الاخيره برصيد نقطة واحدة، في حين منتخب أستراليا يرتقي للمرتبة الثانية برصيد 3 نقاط. هاو نسمعوا الناخب الوطني جلال القادري شنو حكاية بعد الهزيمة متاع البارح ضد منتخب أستراليا. نجوم إذا يحب يكون منتخب معتبر يتابع اللي موجود على مستوى الكرة الحديثة الكل، لازم يعرف فاش يتعامل مع وضعية الكل. ما نجموش نصير المباراة كيف نحبوا احنا، ثم دائما منافسة من الخصوم. في بعض الأحيان أنت مطالب باش تصنع لعب، مش أنت اليوم كان مطلوب منا باش نبحث على الانتصار، لكن المنتخب الاسترالي هو اللي خلانا نلعبوا في نقاط قوته، هو كره طويله سيتي ان جو تريز اتليتيك اللي هو يمشي مع نقاط قوتهم. لكن المنتخب التونسي اذا يحب يتطور لازم يكون حاضر باش يتعامل مع نفاس جو الكل بالامام كنيدي. صحيح ملاحظه تقولوا في نساء، احنا اليوم كره لازم الفريق الكل يكون معني بالترسيم، الفريق الكل يكون معني تحويل الفرص الى اهداف، هذه هي الكرة العصرية. احنا كيف نشوفوا مباراتنا ضد المنتخب الدنماركي راه نقولوا كنا احنا اكثر تسديد، اليوم نفس الشيء كنا اكثر محاولات هجوميه. للاسف مره اخرى نجم تعمل كل شيء في كره القدم الا كونك تكون ناجع في التجسيم، هو الشيء اللي كان ينقصنا. اللمسه الاخيره سانوزا مونكي الى نيفو دو فينيسيون، هذا لازم نشتغل عليه، لكن هذه تبقى مشكله الكره بالعالم كله. مباراه ممتازه كنا قادرين باش نفوزوا فيها. اليوم صحيح شوط أول ضيعناه، لكن شوط ثاني كيف ما كنت نحكي ما قدمنا المردود الممتاز، فقط غاب علينا اللمسة الأخيرة باش نسجلوا أهداف ممكن تعطينا 3 نقاط. ما تفاجئناش، لكن منتخب أستراليا يبقى منتخب محترم. نجح منتخب أستراليا في الشوط الأول كونه فرض طريقة الأداء ده وخلانا نلعب كرة طويلة، تقريبا فازوا كل الكرة الثانية، كانوا ما خرجوش الكرة من الخلف، كنا حابين نضغطوا في منطقة عالية باش نحطوهم في وضعية صعيبة، تفاداوا تصعيد الكرة، لعبوا كرات طويلة، نجحوا باش ياخذوا الكرة الثانية، استغلوا البنية الجسمانية الكبيرة تاع اللاعبين تاعهم وهذا كنا نعرفوه. الشوط الثاني التغييرات التكتيكية اللي قمنا بها خلتنا نفرضوا سيطرة كبيرة، لازم أسامي يكون أكثر عمق في التحليل تاعه. اليوم المنتخب التونسي لو كان جاب ثم شوية فاعلية كنا نحكيو في كلام آخر، على الأقل ثم 5-6 فرص، زوز فرص في الشوط الأول واضحين في الستة أهداف، نفس الشيء في الشوط الثاني. المنتخب الأسترالي من نصف فرصة عرف كيفاش يجسمها، وهذا يحسب ليه كرة القدم في نهاية الأمر هي الواقعية. نواصل مع منتخبنا التونسي اللي باش يواجه نظيره الفرنسي نهار الاربعاء الجاي في مقابلة الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول في مباراة مصيرية لنسور قرطاج اللي أصبح مطالب الانتصار على فرنسا بطل العالم في النسخة الفاردة، مع انتظار هدية من المواجهة الثانية لحساب نفس المجموعة اللي باش تجمع بين الدنمارك وأستراليا من أجل ترشح منتخبنا للدور القادم. أو نسمعوا الناخب الوطني مرة أخرى جلال القادري شنو حكى على المواجهة القادمة ضد المنتخب الفرنسي. فيها مباريات صعبة، فيها واقع تاع ميدان، حاولوا نجتهدوا، حاولوا نقدموا اللي علينا باش نحققوا 3 نقاط. المنتخب الفرنسي هو حامل اخر نسخة، نعرفوا صعوبة المأمورية، لكن دائما في كرة القدم هذا اللي يخلي الشعر تاع الكرة كونه ما تعرفش شنو ينجم يصير. احنا مطالبين باش نضعفوا المجهود تاعنا، مطالبين باش نكونوا اكثر تركيز، ثم نبذلوا اقصى ما عندنا، علاش لا نحققوا نتيجة ممكن تكون لصالحنا. الاشياء كيف ما قلت الجزئيات البسيطة اللي ما كناش ناجحين فيها في زوز مباريات الأخيرة على مستوى تجسيم الفرص، ان شاء الله يحضروا في المباراة الأخيرة. وراتوني لحد الآن الكأس العالمية هذه ولا الدورة هذه النسخة كونه ما ثماش نتائج مسبقة، شفنا عدة منتخبات أعطت العديد من المفاجآت، منتخبات كبيرة ضيعت نقاط. اليوم احنا المباراة اللي ما كانش لازم نهزم فيها نهزمنا فيها، مازال عندنا مباراة، مصيرنا ما عادش بين يدينا صحيح، لكن باش نكملوها بنفس الثبات بنفس الثقة، ان شاء الله نعملوا مجهودنا 100%، ان شاء الله نكونوا موافقين. والحق اللي ما كانش معنا في الزوز مباريات على مستوى التشكيل ان شاء الله يحضر في المباراة الثالثة.
لحساب نفس مجموعة المنتخب التونسي في استاد 9-7-4 المنتخب الفرنسي يكون أول المنتخبات المتأهلة للدور الثمن النهائي للمونديال بعد انتصاره على منتخب الدنمارك بنتيجة 2-1. ثنائية منتخب الديوك حمل التوقيع على النجم الفرنسي كيليان بابي في مناسبتين في دقيقة 61 ودقيقة 86، في حين هدف الدنمارك الوحيد سجله كريستيانسن في دقيقة 68. انتصار تأهل به المنتخب الفرنسي للدور القادم برصيد 6 نقاط، متقدم على أستراليا في مركز الوصافة ب3 نقاط، في حين المنتخب التونسي والدنماركي في المرتبة الأخيرة في المجموعة هذه برصيد نقطة لكل منتخب. نوصل مع مونديال قطر، وبالنسبة لنتائج مقابلات البارح في استاد المدينة التعليمية ولحساب المجموعة الثالثة، المنتخب السعودي ينقاد الهزيمة أمام بولندا بنتيجة 0-2. سجل ثنائية منتخب بولندا كل من ليفاندوفسكي في دقيقة 82 وزيلنسكي في دقيقة 39 في مباراة شهدت إذاعة سالم الدوسري لركل الجزاء للمنتخب السعودي في دقيقة 45. انتصار يرتقي به منتخب بولندا لصدارة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، مقابل تراجع المنتخب السعودي للمرتبة الثانية برصيد 3 نقاط، واللي يصبح مطالب بالانتصار على منتخب المكسيك في الجولة القادمة من أجل التأهل للدور الثمن النهائي. لحساب نفس المجموعة وفي استاد لوسيل، المنتخب الأرجنتيني يتدارك عثرة الجولة الفارطة وينتصر البارح لحساب الجولة الثانية على حساب المكسيك بنتيجة 2-0. ثنائية منتخب التانجو سجلها كل من ليونيل ميسي في دقيقة 64 وإنزو فرنانديز ضعف نتيجة في دقيقة 87. انتصار يصعد به منتخب الأرجنتين للمرتبة الثانية برصيد 3 نقاط قبل مواجهة بولندا في مباراة مصيرية من أجل ترشح للدور الثمن النهائي. محليا وفي اخبار اندية الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، الترجي الرياضي التونسي واصل طرابلس التحضيري في المغرب، والبارح فريق باب سويقة تفوق على الرجاء المغربي بنتيجة 1-0 في مباراة ودية احتضنها ملعب مراكش. هدف فريق باب سويقة الوحيد حمل توقيع محمد علي بن حمودة في دقيقة 20، ونذكر انه فريق الرجاء يشرف عليه المدرب التونسي منذر الكبير. بدور مستقبل سليماني، وصل طرابلس التحضيري في الحمامات استعداد لعودة نشاط البطولة، وطرابلس سليمان باش يتواصل إلى يوم 4 ديسمبر القادم قبل مواجهة نادي تاكلسا في مباراة ودية باش تدور غدوة بداية من 11 متاع الصباح بملعب سليمان. في كرة السلة، البارحة تلعبت بقية مقابلات الجولة 13 من بطولة المحترفين، النجم الراتسي تفوق على اتحاد المنستيري في قمة الجولة 81-75، الزهرة الرياضية ربحت شبيبة المنازة 82-69، الملعب النابلي انهزم أمام النجم الساحلي 65-58، والدالية الرياضية بقرومبيلية تفوقت على اتحاد الأنصار 80-67. في كرة اليد، البارح كان الموعد مع مقابلة الجولة 7 من بطولة القسم الوطني ب بقاعة جربة حومة السوق. نادي الشبيبة الرياضية القيروانية تعود بالانتصار أمام نادي سبورتينج جربة بنتيجة 30-25. في الكرة الطائرة، البارحة تلعبت مقابلات الجولة الأولى إياب لبطولة القسم الوطني إيه، الترجي الرياضي التونسي انتصر على مستقبل مرسى 3-0 بنفس نتيجة سعيدية سيدي بوسعيد تفوقت على جمعية اتصالات صفاقس، النجم الساحلي انتصر على نادي حمام لم في 3 أشواط نظيفة بنفس نتيجة مولدية بوسالم ربحت فتح حمام الغزاز، والنادي صفاقس يتفوق على الأولمبي القليبي 3-0. نختم نشرتنا كالعادة بمعلومة صحية، تساعد الرياضة في الحفاظ على صحة القلب ونشاط الدورة الدموية مع تحسين عملية التنفس بالإضافة لتعزيز المناعة وتقليل فرص الإصابة بعديد الأمراض. هذا كل ما عنا في لايف سبور، أجمل تحيات سيد ترابلسي وإن شاء الله نهاركم زينة. لايف سبور، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM.